السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، أخباركم؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة دايما. اللي لسه ما اشتركش يا جماعة يشترك في القناة، واللي لسه ما اداش اللايك بعد ما يتفرج على الفيديو إن شاء الله ما ينساش يدين اللايك. بلاش تخش ثانيتين ثلاثة وتخرج على طول، ماشي؟ يلا نبتدي بقى الموضوع بتاعنا، وهو موضوع مهم جدا جدا جدا. مع احترامي جميعا لأهل الصعيد كلهم، تم احترامي ليهم جميعا، إلا إن في موضوع كده لفت انتباهي كان موجود، ودي شفتها وزعلتني كتير 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 بجد. طبعا زي ما احنا عارفين ان تقاليد الصعيد تقاليد غريبه شويه، لانها موجوده اللي حته الديه والكفن والحاجات اللي احنا دايما نعرفها، بس العجب يعني الحاجه اللي حزت في نفسي شويه، جريمه ما اعرفش بقى، جريمه قتل، ايا كان الجريمه انا ما اعرفش، لان ما دخلتش في تفاصيل الموضوع قد ما انا شفت حاجه كده لفتت انتباهي وقلت اتكلم معاكم كده في فيديو سريع. اللي انا شفتها واحد جاي وشايل كفن ومعاه ومعمول صوان كبير وحياه كبيره وشايل كفن ومعاه وداخل وبيقدم كفنه، لو الشخصين احتضنوا اللي هي العيلتين احتضنوا مع بعضيهم وخلاص والموضوع خلص وكده. بس اللي ما خلص ان واحد خرج، طبعا شكله من الضحيه، من اهل الضحيه، الابن ايا كان يعني بتاع، فبيقول عفونا عنه لوجه الله. مع احترامي الكبير ليك، مع احترامي الكبير ليك، لو كنت عفوت عنه لوجه الله ما كنتش انتظرت انه يجيب كفن، كنت عفوت عنه قدام الدنيا كلها من غير ما يجيب كفنه، لان معروف ان الكفن لما الشخص بيشيله هو بيتهان، لان معروف ان في الصعيد، واحنا دي كلنا لازم نكون عارفينها، ان في الصعيد لما الواحد بيشيل كفنه ويروح يقدمه فهو اتكسرت رقبته. ده اللي احنا بنقول عليها دايما، كان ابويا دايما يقول لي شيل الكفن انت كسر الرقبه. فطبعا زي ما انت عارف وكلنا عارفين واهل الصعيد كله عارف ان حته شيل الكفن كسر الرقبه، بعد كسر الرقبه هتقول عفونا عنه لوجه الله؟ ازاي؟ كان لوجه الله من الاول، من قبل ما يقدم كفنه كنت ممكن تعفو عنه لوجه الله، تقول انا عفوت عنك لوجه الله وربنا هيجمع بيني وبينكم وتعفو عنه، ودي في الحاله دي كنت انت هتبقى ايه، عملت حاجه لوجه الله صح. بس حته ان انت بعد ما يجيب كفنه وبعد ما الدنيا كلها تعرف وتقول عفوت عن وجه الله، دي يعني ايه، كان نبذه بسيطه حابب ان انا اتكلم معاك فيها. فتخلوا نخلي بالنا بعد كده من حاجه زي كده، اللي عفوا عن الناس لوجه الله وحبوا الناس لوجه الله. وايا كان المشكله، وارد ان احنا معانا كلنا مشاكل ولازم كل حاجه نسيبها لله ونعفو عنهم لوجه الله، اذا كان لنا حق هناخده من الله، الله هو اللي هيجيب لنا حقوقنا. الله يمهل ولا يهمل، فكل واحد ليه حق هو هياخده، ونعفو عن الاشخاص برضو لوجه الله من غير اي حاجه تانية نبقى منتظرينها. طبعا ده موضوع كنت حابب اتكلم معاكم فيه، لان بجد اهل الصعيد ناس غاليين جدا جدا على قلبي، يعني بجد ناس ورجاله، رجاله بمعنى كلمه رجاله، بس وارد ان احنا كلنا بيبقى في منا غلطات، في السنه غلط كده ممكن تقع مننا، يعني زله كده، زله مننا وارد انها تقع، انا وارد ان انا بطلع اتكلم معاكم يبقى في زله لسان، فممكن ايه اغلط في حاجه، هو ممكن يكون غلط برضه في حاجه، بس مش عيب ان احنا كلنا بنتعلم وكلنا بنعلم بعض، انا ممكن اتعلم منك انت وانت ممكن تعلمني، كل واحد فينا بيعلم التاني. ممكن اكون بتفرج على فيديو حتى لو لست، لسيده، وممكن اتعلم منها حاجات كتير قوي. يعني انا ليا سيده بحب ان انا اتفرج عليها، ست كريمه وفاضله وطيبه ومحترمه وفيها كل المميزات، وبحب دايما اتفرج عليها وبحب اسمعها لان كلامها بيعجبني، فامر طبيعي ان انا ممكن اتعلم منها، ممكن تلفت انتباهي بحاجه علمتني، فكلنا بنعلم بعضيها، فمش عايز حد يكون يزعل مني. واحترامي الكبير كبير كبير دايما لاهل الصعيد، وطبعا ده موضوع كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيه، فيا رب اكون فدتكم، ويا رب ما يكونش في حاجه حد يزعل مني. وفي نهايه الموضوع ما تنسونوش باللايك والشير والاشتراك في القناه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.